نروح لتليفون مهم جدا مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم. يا دكتور برحب بحضرتك. أهلا كابتن عمر، برحب بيكم أخبار حضرتك يا فندم؟ كله وبالسادة تمام؟ المشاهدين. أنا عارف فندم إن حضرتك عليك ضغط كبير جدا الفترة الحالية، يمكن حضرتك أحسن واحد بقى تطمنا وتقول لنا أخبار الإصابات، الحالات اللي إحنا وصلنا ليها في الدوري المصري بشكل عام، المسحات اللي تمت، هل خلاص كده الأندية معظمها خلصت ولا يتبقى بعض الأندية اللي عندهم مسحة تانية أو تالتة أو رابعة؟ الوضع عامل إزاي يا فندم؟ والله الامور ماشيه الحمد لله بصوره جيده جدا. احنا الاسبوع ده ابتدينا المسحه الثانيه لمعظم النوادي. النهارده كان يعني فاضل لنا بكره ان شاء الله نادي اسوان، تمام. هيبقى كده خلصنا المسحه الثانيه لتقريبا 16 نادي. بكره نادي الاسماعيليه هيبتدي المسحه الاولى بتاعته، والاسبوع الجاي بقى نبتدي ان شاء الله المساحات اللي هي المتابعه الاسبوعيه اللي هتتم. الامور ماشيه كويس جدا، وانا شايف انه بقى في التزام اكتر من اللاعبين والفرق، وفي وعي اكتر، وان شاء الله الامور يعني تمشي لغايه ما يتم ان شاء الله بدء المنافسات الرسميه اللي قبلها. ان شاء الله يكون هناك بقى مساحات متتاليه قبل كل مباراه. دكتور مفيش أي أخبار عن مسحة نادي الزمالك لحد دلوقتي؟ يعني انا ما وصلنيش اي اخطار من الاداره التنفيذيه في الاتحاد بأي حاجة، يعني لو احنا جاهزين يعني، وانت مجرد يعني استعدادهم للتجمع وجاهزيتهم ان شاء الله هنوجه الفريق الطبي لسحب العينات ان شاء الله. طب يا دكتور النهارده تم الإعلان عن خلاص دوري الأبطال أفريقيا، إزاي هيتلعب وإزاي الشكل الجديد بتاعه قبل النهاية يكون مباراة واحدة، هل وصل لحضراتكم خطاب من الاتحاد الأفريقي بيفيد إن كل الأندية المصرية المشاركة في مباريات دوري أبطال أفريقيا لازم بالإجبار يعملوا مسحة والاتحاد المصري يبعتها للاتحاد الأفريقي، ولا لسه ما استقبلتوش خطاب بالشكل ده؟ لا احنا اللجنه الطبيه لسه ما استقبلتش خطاب بالشكل ده، بس لو قالنا ما فيش مشكله، لان احنا بنعمل اصلا المسحات دي قبل مباريات الدوري المصري، فمن المنطقي ان احنا نعملها في اي مسابقات يعني خارجيه. طيب هل يا اتمنى دكتور هل يا دكتور كل الانديه يعني اتعمل لها مسحه عن طريق الشركه الطبيه اللي متعاقد معاها الاتحاد الكوره، ولا في بعض الانديه عملت عن طريقها او بمعرفتها بمعنى اصح؟ بعض الانديه ابتدت قبل المسحات، قبل ما كان الاتحاد ينهي التفاوض والتعاقد مع الشركه، عملوا مسحه، بس المسحه الثانيه عملوها من خلال الاتحاد. طب قانونيا يا دكتور ازاي يتم الاعتماد المسحات اللي بتكون مش عن طريق اتحاد الكوره او اللجنه الطبيه؟ هم رجعوا للجنه الطبيه واحنا شفنا المسحات دي ومش عاملينها في اي مكان، عملوها في اماكن معتمده تمام. بناء على هم خاطبونا الاول وقلنا لهم ان في اماكن معتمده، فهم عملوا في الاماكن المعتمده وجابوا لنا النتائج موجوده عندنا في لفاتنا في اللجنه الطبيه، وهي نتائج معتمده والمعامل معتمده بالظبط. ان شاء الله كده يا دكتور قدامنا قد ايه علشان نقفل ملف المساحات ده ونكون جاهزين مره تانية لرجوع النشاط؟ احنا جاهزين والنشاط ابتدى يرجع وابتدى التدريب، انا وان شاء بتكلم على الله كل الانديه يا دكتور، يكون كل حاجه خلصت الحمد لله واطمنا على اللعيبه وقفنا على بعض النقاط اللي ممكن نشتغل عليها وان كل الامور تبقى تمام. يا دكتور قد ايه مثلا؟ الايام قليله، يعني احنا تقريبا عندنا الحمد لله 17 نادي دلوقتي ابتدوا ياخدوا المساحات بتاعتهم، وفي بعض الحالات طلعت ايجابيه تمام برضو بتابعها وبيتلقوا اذا كانوا محتاجين ادويه او عزل منزلي تم تنسيقه مع الجهاز الطبي في كل فريق، وحطينا لهم بروتوكول للعوده هيرجعوا ازاي وهنعمل معاهم ايه، متابعه جيده، وان شاء الله الامور ماشيه في اتجاه سليم باستكمال الباقي النوادي ان شاء الله هتبقى المسابقه الحمد لله مكتمله، ونبتدي نلعب المنافسات ان شاء الله اللي من المحتمل تبقى في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني من اغسطس ان شاء الله. ان شاء الله دكتور بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم.